أهلين بكري، شلونك حبيبي؟ أهلين هاجر. أكيد جوعان، جهز لك شي لقمة؟ مالي نفس. بس معقول تنام بلا عشاء؟ إيه معقول، ما قدرت وقف جنب البنت، كتير زعلان من حالي. لا، أنت شو ذنبك؟ ليش لتكون زعلان من حالك؟ دورت بكل مكان بس ما قدرت لاقيها. وين بدها تكون يعني؟ بسيطة يا ابني، سطح لك هون شوي لبين ما حط لك لقمة تاكلها، ارتاح لك شوي وبعدين نقعد أنا وياك ومنحكي. طيب ماشي. خالي هاجر شو بو بابا؟ ما في شيء أوس حبيبي، أبوك تعبان شوي، كل النهار كان عم يدور على أليس ولهلا ما قدر يعرف وينها. يا ريتني ما وعدتها. مين اللي وعدتها؟ ما حدا خالي هاجر. شوف أوس، إذا كنت بتعرف أي شيء قول حبيبي. تصبحي على خير. أنا سبب كل هالوضع السيء وأنا اللي لازم رجعها لهون. قلت لي انه البنت لساتها بانقره، ما هيك؟ يعني بجوز تكون هي مو حابه تلاقوها، فليش متضايق كل هالقد؟ انا قلت له لمصطفى. ومن ايمتى مصطفى او غيره بيتدخل بمشاكلنا يا خانم؟ اكل هم اخته. بدك تلومه لانه حابب يساعدنا؟ اقبال، بدك تقولي انه هالقصه كثير مأثره فيكي؟ طبعا مأثره فيني، لك ليلتين عم تنام برا البيت مشان وحده مو معروف اصلا منفصله وقلبت حياتنا فوقاني تحتاني. مين هالبنت؟ لا تقلي بنت رفيقك وأمنك عليها، فهمني شو قصتها؟ مين بتكون هالبنت يا بكري؟ لا تهرب مثل العادة، ما فيك تمشي لتقلي كل شي عن هالبنت. أنا صار لازم روح. لوين؟ عندي مشوار ضروري كثير. بكري، لا تتهرب مني. إقبال، هالموضوع خلص انتهى، لو سمحتي. لا ما انتهى. إقبال، أنا مشغول، روحي هلا. الو الو، مرحبا مجد، وينكن؟ خير، في شي أوس؟ ليكون صاير معك شي؟ هلا بمر لعندكن وبنحكي. بس بدون مشاكل؟ ها لا اطمن، جاي لنحكي كلمتين على رواق. صباح الخير عمو بكري. اهلين بانا، فوتي فيقيها للين لانه لساتها نايمه. شكرا، جيت بكير لانه بدي اسال اوس عن شغله. طيب ماشي، انا عندي شويه شغل، بستاذن هلا. الله معك. مرحبا اوس. خير؟ ما رح اخرك، كنت حابه بس استشيرك بشغله. ما تواخذيني بانا، بس أنا مستعجل ومو حابب أحكي بشي. بس الموضوع يعني أوس، عن جد أنا محتاجة مساعدتك. أنتي ما بتستاهلي حدا يساعدك. حتى أنت قلبك مليان، بس والله معك حق. صباح الخير، من زمان فقت؟ من شوي، شو كيف نمتي؟ منيح، تعبتك معي كتير بهاليومين. أبدا،
يعني فيني لسا أتحملك كم يوم. أوف يا الله، نمت بهدول التياب، ما معي بدل، كل غراضي عند الدكتور بكري. شلون نسيت؟ شو نسيت؟ أوس اتصل فيني وقال إنه جاي لهون، يا ريتني قلت له يجيب لك معه غراضك. أوس بده يجي لهون؟ ليش؟ ما بعرف، بجوز بده يحكي معك. شو القصة؟ معقول المي مقطوعة؟ ماجد تعال بسرعة، ماجد ماجد. شوفي يعني نمتي بتيابك فهمنا، بس كمان تتحممي فيهم كتير. حنفيتك منزوعة ففكرت ما في مي. انتي جربتي الدوش اذا كان شغال؟ مجد هلأ ابدا مو وقت مسخرتك، حنفيتكن منزوعة. بسيطة روقي، هي هيك عادتها، كل فترة بتخرب وانا بصلحها. لقيتلك اغراض تلبسيهم، بس لا توسخيهم. صار معك يا معلم؟ شو بده يصير يعني؟ صلحتها طبعا. اوه شو لابقين لك؟ فعلا مو معقول شو لابقين لي. بس شو بدك، القالب غالب. بيكون هذا أوس، روحي افتحي له. مش تفتح انت، بلكي مو هو. لا ما بظن يكون حدا غيره. طلعي من الشباك بالأول وإذا هو افتحي له. هون أوس. مرحبا. مرحبا. آسفة بس هذا الباب مقفول، روح لف من ورا البيت لحتى أفتح لك. أليس أنا جاي لأحكي معك بشغلة. نحكي جوا. أوس، أليس، هذا البيت لمين؟ هذا بيته لمجد. وليش هيك لابسة؟ شو قاعدة ببيتك؟ كله تمام أليس خانم. عمو بكري ليش هيك عملتي؟ ممكن أفهم؟ هربتي وقفلتي موبايلك، اللي يومين عم دور عليك وتارك شغلي، كنتي على الأقل تركي لنا خبر. جلال بيعرف شي إنكن هون بالبيت؟ برافو. وأنت ليش ما قلت لي إنك بتعرف وينه؟ خدا وسبقني على البيت، وأنا لاحقكن بعد شوي لنحكي سوا بموضوع كتير مهم، وأنت كمان عبيتكن.